كان لازم يبقى ختام هذه البطولة مسك، ولذلك كنا حريصين انه يكون مشرفنا ومنورنا كابتننا الكبير كابتن ايمن يونس. يا كابتن ايمن اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الورد. اهلا بك يا هيما، وسعيد معاك في رحلة القاهرة ابيجان، رحلة 30 يوم من المتعة والاثارة والحزن وصناعة الامل. عشنا كل الاحداث الجميلة، لكن تخيل لو كنا النهارده بقى كنا في النهائي احنا بقى وكسبانين وبتاع. بلاش احلام، لان الواقع بتاعنا ما كانش يقدر يوصل لك للحلم ده للاسف. بلاش نحلم حلم ما نستحقوش، لكن بطوله غريبه تغير لك اوراقك، تغير لك الرؤيه بتاعتك لافريقيا كلها، يخليك تشوف المستقبل ما فيهوش كبير، صح، ولا بالتاريخ ولا بالنجوم ولا المستقبل مختلف تماما. الكره في افريقيا تطور مذهل، فرق كتير عبرت عن نفسها، الصغير عرف يعور الكبير ويخربش الكبير ويطرد الكبير بره البطوله. استمتعنا بالجماعيه، ما تلاقيش لعيب سوبر مميز سوبر مؤثر، لكن الجماعيه والتكتكس الجماعيه هي نجم اعتقد من نجوم البطوله. يعني ده يعني ويليام تروست مدافع منتخب نيجيريا فاز بجائزه افضل لاعب في البطوله. هو طبعا زي ما انت لو تفتكر هو جاب جون في كوت ديفوار في الماتش اللي بينهم في المجموعات، وجاب الجون النهارده. هو لعيب مميز قوي ومنضبط قوي ملتزم قوي، بس هم ملوش احسن لاعب في البطوله، فخدوا احسن لاعب منضبط، فهو ده احسن لاعب. صحيح. كان بالنسبه لنا ويليامز خد جائزه افضل حارس مرمى من الذين صادت ست ضربات جزاء واستعرض نفسه في انفرادات واستعرض نفسه في مواجهات كل رؤوس الحربه بشكل رائع مربك، لولا ان دفاعه يعني بصراحه دفاع مربك للاعصاب، كان ممكن طبعا فرقه جنوب افريقيا نشوفها في النهائي. واميليو نسوي لاعب غينيا الاستوائيه فاز بجائزه هداف البطوله يستحق. وطبعا كانت المباراه فتحت النفس بتاعتهم لما اختالوا كوت ديفوار باربع اهداف، فطبعا كان ليه نصيب كبير. اعتقد يعني اولا بطوله رائعه، تحيه لكوت ديفوار، بطوله تعبر عن الافارقه. صحيح. ما فيهاش بهرجه، مفيش حاجه تو ماتش، هو ده فقرنا، ده الجمال بتاع فقرنا، احنا قاره فقيره، فده الجمال بتاع الفقر بتاعنا، طلع في الالوان وطلع في سعاده القلوب وطلع في سعاده الجماهير وجمال الملعب والجمهور بصراحه كل حاجه كانت جميله. الملعب كان الملاعب حلوه قوي، ملعب حلو بصراحه، يعني لولا درجه الحراره والكلام ده، بس كله كلام. يعني انت عارف احنا المصريين غاويين نطلع حاجات كتيره، لكن كل حاجة تعبر عن واقع جمال إفريقيا، تحس حاجة كده جميلة صراحة. شيء مشرف اللي قدمته كوت ديفوار في هذه البطولة. في هذه الفقرة عزيزي المشاهد سوف يسأل الكابتن أيمن يونس وسوف أجيب، والله ما أنا عارف هتسأل في إيه عشان أجاوب عن إيه، بس الكابتن أيمن قال لي أنا هختبرك بالظبط كده، أوامر. عايزك تقول لي، وكوت ديفوار طالعين يستلموا المركز الأول، مين كان لازم يطلع معاهم؟ كوت ديفوار طالع يستلم المركز الاول، كان مين يستحق يبقى موجود معاهم في حارس منتخب غانا؟ برافو. الراجل في الدقيقة 94 اخترع كورنر لموزمبيق من غير اي لازمه، والكورنر ده يخش جون. حبيبي والله العظيم يحقق احلام كل كوت ديفوار. تصدق خطا وحيد سبحان الله لحارس غانا يعمل بطل جديد اهي اللقطه. الله يعمل. شكرا طبعا فريق ايه الفريق الاعداد بتاعك ده، تحيه ليهم كمان بصراحه، الولاد تعبوا كلهم معاك 30 يوم. جميله يا كابتن، انت متعب قوي انت كمان والله بصراحه. انت جميله يا كابتن ايمن والله، لكن اللقطه رائعه، وحارس المرمى اللي تصدقوا اللمسه دي، بص حتى مدافع غانا بيرفع له بيقول له ليه يعني بتعمل ايه؟ يعني ايه ده اللي بتعمله ده؟ كلهم مخدودين منه. اعادت كوت ديفوار الى الحياه. سبحان الله. مش في حاجه بقى التكليم. في مسج جت هنا جت غلط. الرساله دي احنا افتكرناها لينا احنا، وقلنا شكرا موزمبيق، طلعنا احنا مخدوعين. تاني رساله ما طلعتش جايه لنا احنا، لا طلعت جايه للناس في كوت ديفوار. لفه بطريقه غريبه. تفتكر كمان مدرب كوت ديفوار اللي استقال بعد هزيمته وحس انه خرج بره البطوله يستحق التكريم؟ سؤال حلو والله يا كابتن ايمن، بس بصراحه يعني اظن انه يستحق التكريم. اظن انه طالما كان موجود مع الفرقه دي وصنع الصناعه دي والفرقه دي وصلت لكده، فواضح ان الناس استعجلت. لا ما استعجلوش. طب قول ده روح تانية والله وحظ تاني. ما هو خلي بالك الحظ
او التوفيق، عنصر التوفيق ليه ناسه. بس بظن انه ما فيش حد عنده عصايه سحريه، خاصه ان اللي ما عندوش عصايه سحريه، بس حصل تحدي مختلف للعيبه. وارد وعدوا الماتشات كلها بصعوبه على فكره، كل ماتشاتهم بيعدوا بالعافيه. وارد يكون ضربات جزاء هو المعسكر في حاجات احنا مش شايفينها، فوارد لكن يكون. هل هو يقبل ان يطلع على منصه التتويج؟ طيب لا ما اظنش، لا احنا بنتكلم في حاجه يعني يعني بنروح ما يقدر. لا انا بكلمك لو انت مسؤول تقول لهم لا لا يطلع يكرر. لا لا, لا. لو انا مسؤول لا لا. ايه ده ما عندكش قلب خالص؟ لا لا مش لا مش لا لا ده انت زيرو بعيده. لا هتبقى بعيد. فين يا ابني قلب؟ هتبقى بعيد. طب لو حضرتك حضر الاعداد وحضر تركيب الفرقه. لا انا لو انا كل واحد ساهم في لحظه الانتصار حتى لو كان في وقت الهزيمه يبقى موجود على المنصه، ان هو مقيد، هو كان مدير فني للفرقه. صحيح. يعني اعتقد كره القدم الجوانب الانسانيه فيها جزء مهم قوي. هي كره القدم مش 1+1=2، ده 1+1 ساعات بتعمل 5 و6 و7 و8، ان البعد الانساني في كلمه كره القدم فيها تفاصيل كتير. لسه حضرتك قوي. دلوقتي بتتكلم على الحته بتاعت اللقطه بتاعت الراجل بتاع غدا لما ضيع. لا بس انت انت ابن ايه؟ طب اقول لحد مغششك؟ طب والله العظيم اقول لك يعني على حاجه. طب والله العظيم اقول لحضرتك على حاجه. وحاجه بتسالني بتقول لي خلاص؟ هم بيقولوا لي في الايربيس ايه؟ ايه؟ انت متخيل الاجابه اللي قالوها لي ايه؟ اقول؟ لا اقول؟ بيغششوك غلط؟ اقسم بالله قالوا لي دي ركبه. اللي هو ايه الاجابه دي اصلا؟ لا هم بقى متعمدين بقى. شفت متعمدين بقى كابتن ايمن؟ شفت؟ شفت؟ لكن خلينا نتكلم منتهى الاثاره في الفاينل. صح. ومنتهى الاثاره من الرغبه بتاعت الجماهير دي. يا اخي فكروني ب 2006، تظل 2006 محطه العلامه الفارقه هي الاجمل في حياتنا. صحيح. الجمهور بتاعنا بمنظر الاستاد بالتاكتكس بتاعت حسن شحاته العبقري. تفتكر بقى كابتن ايمن من اللقطه بتاعت الكابتن حسن شحاته للكابتن حسام حسن، الكابتن حسن شحاته معاه الكابتن حسام حسن بيسجل الجون في في الكونغو، اللقطه الاخيره بالهدف الاخير كابتن حسام، اشهر تغييره في ماتش مصر والسنغال بالظبط كده، لما طلع ميدو ونزل عمرو زكي. عمرو زكي يجيب جون. صح. واو. يعني ايه السنس والتوفيق ده؟ ما يعني انت فاهم يعني بعيدا، وبعدين صناعه جده العبقريه بتاعت صناعه جده النص ساعه الاخيره تنزل تجيب جون. واو. لا حسن شحاته عمل يعني نقول ملاحم كرويه. صحيح. فنيه غير عاديه. عشنا لحظات بس لحد دلوقتي عايشين على التاريخ. 2006 و8 و10 ومش شايفين تاريخ حاضر، لكن نرجع نسحب كل كلامنا. وده بقى المهم بتاعنا. يلا. واحد زيك مؤثر في الادمغه اللي بتحب الكوره، وناس زينا عندها خبرات. في وقت بنعرف ننتقد ونقول الغلط ونتكلم على الغلط وندوس في الغلط ونطلب من الناس يتصلحوا نفسكم يا تمشوا، وفي وقت لازم نركب كلنا المركب معاهم ونقول لهم لا احنا معاكم ووصلوا كاس العالم، هنساندكم ونساند اتحاد الكوره ونساند حسام حسن وهنقف ونغير الرؤيه. ساعه الغلط قلنا كل ده غلط. صحيح. لكن مش هنستمر نفضل نندب، ومش هنستمر نفضل نعدد على اخطائنا ونتكلم فيها، لكن عايزين بكره. فعايزين بكره لازم تبقى انت في المركب يا ابراهيم معاهم وانا معاهم كلنا. وكلنا مع اتحاد الكوره هنسانده. اولا اختلفنا معاهم في اداء اداري في حاجات كتير، لكن ناس محترمه قوي. ده انا ليا صديق اسمه خالد الدرندلي، ده قمر شخصيه. خالد الدرندلي شخصيه محترمه جدا. صحيح. صحيح. استاذ جمال علام محترم، حازم امام اخويا الصغير ولد رائع جدا، كلهم على المستوى الشخصي وبركات ناس كبيره. فاحنا خلينا هنركب معاهم المركب. صحيح. احنا انتقدنا جامد. وانت واحد من ضمن الناس اللي كرفتتك بقت تطير في الهواء، وانت قاعد بتتنطط هنا قدام الشاشه من الزعل والغضب. حقك وحقنا، وانتقدنا وفيتوريا ولا يصلح، واسلوب اللعب لا يصلح، ولعيبه ما ادتش بالشكل المطلوب، وشكلنا يضايقنا ويقلل من قيمتنا، وحاجات كتير قوي زعلتنا. وما يهمنيش المغرب وتونس والجزائر، ده كلام ناس ما يهمني. انا يهمني مصر. انا يهمني عشان اوضحها، ما يهمش حضرتك انه اتقال ان كل فرقه كبيره خرجت فانت خرجت زيهم. ما يهمناش ان دول خرجوا وهم يخرجوا، لكن انا ما اخرجش، انا الكبير بتاع افريقيا. طبعاً زعلنا لكن ده وقت خلاص اخترنا حسام حسن. وعليه كمان مناطق التحدي كتيره. حسام حسن مش مدرب جاي الطريق مفروش الورد. ده مدرب وانت فاهم داخل ازاي، داخل بتحديات ان هو قد يفقد اعصابه، قد يؤدي اداء عصبي، قد محطوط له تحديات كتيره قوي كحسام حسن. النهارده طبعا كان بيكرم في كوت ديفوار كواحد من نجوم أسطير. تاريخ كره القدم، اساطير كره القدم الافريقيه، لكن تحدياته كتيره كمدير فني. وهنا بقى دور الناس انها تفضل تستعرض
اللحظات السلبية في حياته، ولا دور الناس تبتدي تفكر بشكل إيجابي إن إحنا كلنا عايزين. صحيح. مين عايز يبقى في المركب اللي بتنجح؟ ومين عايز يغرقها؟ انتقدنا وخلصنا وقفلنا الصف. صح صح. لا معاكم بقى القاهرة أبيجان وإبراهيم فايق في القاهرة أبيجان وقفلنا. صحيح. صفحة جديدة ومن أول السطر. معاكم لحظة بلحظة، رغم إن السطر الأولاني ما عجبنيش. قفلنا الصفحة. والسطر الأولاني ما عجبنيش. أنهي سطر؟ سطر السوبر اللي في السعودية. اشمعنى؟ السطر ما عجبنيش ليه؟ القيمة المالية اللي تم تقديرها لهذه المباراة، هتقول لي يا أيمن يا يونس هتقارن إن السيمي فاينل والفاينل بتاع كأس إيطاليا ب 23 مليون يورو وأنت خدت 2 مليون دولار لاتحاد الكرة و100 ألف دولار لكل نادي، ولو اللي يكسب ياخد 350 ألف دولار والتاني اللي يتغلب ياخد 100 ألف دولار طردية، وكويس كده أقول لك قليل. تقول لي يا أيمن اسكت. لا كويس، خلينا ندفع غرامة فيتوريا. ما أنا عندي ماتش فرصة كان لازم أطلب فيه رقم يليق بينا. أولا أنت مودي الأهلي والزمالك، كلمة الوطن العربي مهما نحاول ومهما الناس تقول ومهما يقولوا اتطورت الدوريات. كنت شايف الرقم كام؟ أنا شايف ما بين 10 و 15 مليون. مليون إيه؟ دولار؟ يورو. يورو كمان. ما أنت إحنا بنقيس على الناس اللي بتاخد. هتقول لي لا ايطاليا ده بتزع بثمان محطات واوروبا والكلام ده كله، انا موافقك. طب ما فرنتينا ولاتزيو اللي لعبوا على الثالث والرابع ما نتقارنش بيهم؟ نسبه المشاهده مش بتاعتهم، بتاعتنا احنا، هتعديهم ماشي، بس اللي باع هو الـ يعني الماتش، السوق ماتش نهائي، ماتش نهائي بس. انا كنت اتمنى قيمتنا نستحق قيمه اعلى من كده. ماشي. بالذات ان هم بيصرفوا كده. يعني بيدفعوا الارقام كده، فكان ممكن نقول عايزين كان رقم، كان الاتفاق ممكن يتعمل احسن من كده. من كان كنت اتمنى. ليه؟ لان اتحاد الكره عليه ديون كتيره، انت مش بس مشكله فيتوريا ال 600 الف يورو. انت فاهم؟ انت كمان عندك مشكله حكام وعندك مشكله فار وعندك يعني كانت فرصه تنعنش المنطقه بتاعتك كلها، كان لازم تستغلها تمام. ولو كنت طلبت ما اعتقدش كان حد هيقول لك لا في يعني سي عرضوا 2.5 او 2600 كل المباراه باللي فيها، كان ممكن نقول 5 و6 ونفكر في الموضوع ونوصل لنتيجه مقبوله. مع يعني انا ما اعرفش طبعا اللي حصل في الحوار، بس اهلي وزمالك ده انت هتلاقي الملعب عامل ازاي من دلوقتي، كنت هتلاقي الاعلانات عامله ازاي من دلوقتي. يعني المردود يعني لو قلت التذكره ب 100 دولار هتدفع من المصريين هيدفعوا هناك ويخشوا يتفرجوا على الاهلي والزمالك. الاعلانات بتاعتك اي كانت الارقام، كنت اتمنى الرقم يكون اكبر من كده. كان لازم السطر ده اتحاد الكره يبتديه، لان احنا كلنا بادين معاهم صفحه بقلوب صافيه، عايزينكم تنجحوا في اكتر من كده كلمه طول حلوه. طول الوقت عايزينهم ينجحوا طول الوقت، وعايزين حسام حسن ينجح قوي. بس كنت اتمنى كانت فرصه يا اخي تخش خزينه الاتحاد 10 مليون دولار. تخيل بقى انت كل حاجه بتبتدي فيها صح. صحيح. كنت اتمنى كده يعني. طيب استاذن حضرتك نروح للقاء هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، نتابعه مع حضرتك طبعا، وبعدين نرجع نكمل كلامنا لاني كمان محتاج اروح معاك لمحطه مهمه جدا، هو التحكيم المصري اللي اجاد في البطوله دي. هي الحاجه الحلوه، ايه الجمال ده؟ صحيح. ده لعيبه عندنا بقى، خلينا نكمل. ماشي، تعال نشوف اللقاء وبعدين نروح للتحكيم. طبعا خلينا نرحب بكوتش هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الجنوب الافريقي. كوتش ويلكم كوتش، اهلا بك على اون تايم سبورتس. اوف كورس يو ديد ويل ان ذيس، لقد اديت اداء جيدا في هذه البطوله. والان انتم في المركز الثالث، كيف ترون هذا الامر؟ بالتاكيد انا سعيد جدا. When we came to Afghan, وأعتقد أنما حينما أتينا إلى هذه النسخة من البطولة لم يتوقع أحد أننا سنصل إلى هذه المرحلة. لذا نحن سعداء جدا وسعيد جدا بالفريق. وكيف ترى الأداء بشكل عام إلى في هذه البطولة في المكان؟ لقد بدأنا بشكل لم يكن جيد بشكل كافي، ولكن انطلقنا فيما بعد في هذه البطولة. كان هناك ينقصنا شيء من الحظ كما رأيت اليوم في المباراة النهائية، ولكن بالتأكيد أدينا أداء عظيما. منذ وقت طويل لم تؤدي جنوب أفريقيا بهذا الشكل ولم تصل إلى نصف النهائي. أعتقد أن الجميع هناك سعيد جدا. الآن كمصريين نود أن نعرف ماذا الأمر عن بيرسي تاو الآن، وهل هو متجه إلى مصر؟ نعم، أعتقد أنه الآن هو في الطائرة متجه إلى القاهرة، وأعتقد أنه غدا سوف يكون مع فريق في مصر. هل أنت سعيد بالمركز الثالث؟ هل أنت راض عن المركز الثالث في هذه البطولة؟ كان بالتأكيد. نعم.
بالتأكيد أنا راضي كنت أود أن أكون في المركز الأول ولكن مع هذا الفريق وما أديناه هو الشيء الرائع والآن لدينا قاعدة من فريق جيد يمكن أن نتقدم وتطور مع هذا الفريق وربما خلال عام أو عامين سوف نفوز بكأس الأمم الأفريقية. أنت تلعب بلاعبين محليين هل وحصلت مع المركز السادس هل هذا السبب لديهم كيمياء مع بعضهم البعض؟ نعم بالتأكيد لأنه الغالبية من هذا الفريق تلعب في جنوب أفريقيا وهم يركزون في بطولة واحدة ويعرفون بعضهم البعض. أشكرك كثيرا وتهانينا لك. كان لقائي مع كوتش هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا بالتأكيد وبعد حصوله على المركز الثالث في هذه البطولة إلى أن نعود مرحلة الاستوديو. شكرا يا خالد بشكرك شكرا جزيلا ومن هذا اللقاء نتحول إلى مكالمة هاتفية مهمة جدا مع واحد من نجومنا اللي احنا لسه بنتكلم عليهم مع كابتن أيمن يونس كابتن أمين عمر الحكم المصري المتميز اللي حكم سيمي فاينل هذه البطولة وأدى أداء مميز جدا جدا. يا كابتن أمين مساء الفل ومبروك ألف ألف مبروك تحياتي وتحيات كابتننا الكبير كابتن أيمن يونس ليك. مساء الفل يا أستاذ إبراهيم وتحياتي لحضرتك وتحياتي للنجم العالمي الكابتن أيمن يونس. إيه الجمال اللي أنت عملته ده؟ شرفتنا بجد. والله الحمد لله يا كابتن ده توفيق ربنا الحمد لله احنا تعبنا واجتهدنا وده نتاج تعب سنين يعني الحمد لله. يعني انا ايه الماتش اللي كان صعب بالنسبه لك؟ والله يا كابتن هو الماتشات كلها ما فيش ماتش سهل طبعا الافتتاح كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا انت عندك مسؤوليه اللي انت بتفتتح كاس الامم الافريقيه قدام رئيس الدولة رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الافريقي كل الشخصيات العامة الهامة المهمة في في العالم كله في مجال كرة القدم كل ده ابتدى فيه حوالي 90 ألف متفرج ضغوط انت عايز تبين للأداء التحكيمي كويس جدا تفتح البطولة يعني حتى اللجنة كانت حاطة همها في الماتش ده اللي الأداء التحكيمي في البطولة دي هو عنوان البطولة كلها صحيح. من أول ماتش لآخر ماتش فبالنسبة للبداية كانت مهمة جدا اللي نظهر بشكل محترم جدا عشان ده المستوى اللي اللجنة كانت عايزاه وما تقلش عنه فكرم ربنا علينا الحمد لله اللي كان طاقم تحكيم مصر بالكامل لأول مرة في التاريخ 6 حكام من بلد واحدة يحكموا مباراة الافتتاح وده كانت حاجه كبيره جدا وثقه كبيره جدا من الكاف لينا احنا كنا فخورين بالتعيين وكنا على قدر المستوى والحمد لله ظهرنا بمستوى يليق بينا كحكام مصريين اللي الناس دايما بتهاجمنا ودايما بتقول هو ده بقى اللي انا عايز اسالك عليه بقى كابتن امين عايز اسالك على الجزئيه دي تحديدا اما وانك تحملت ضغوط افتتاح بطولة زي دي ومعاك طاقم مصري بالكامل وأما وإنك تحملت فيما بعده من ضغوط ليها علاقة بمباراة السيمي فاينل إيه اللي اختلف في الضغوط اللي بتبقى موجودة عندكم بره والضغوط اللي بتبقى موجودة هنا والمتابع ليك والمتابع لحكامنا المصريين انتوا بره بتتألقوا وتعملوا أجمد ماتشات وشخصية وثقة بالنفس وحاجة عظيمة جدا نيجي هنا في مصر بحس إن الموضوع مختلف إيه السبب يعني والله يا كابتن الاداء واحد الحكم هنا هو الحكم هنا بس للاسف كل واحد بيبص من منظور مصلحته الشخصيه الناس لما بصت لنا كحكام مصريين بيحكموا مباراه بين كوت ديفوار وغينيا في مباراه الافتتاح فانت انت بتشجع الحكم المصري صحيح فانت هنا قلبك مع الحكم فانت بتبص بعين المحايده لكن انت في مصر انت بتبص انت حسبت دي لا ده انت ضد الفرقه دي ولو حسبت حاجه هنا لا ده انت ضد الفرقه دي فهنا الناس بتقيمك على انتمائك هو بيقيم يعني بيقيم الحكم بانتمائه هو أيوه. مش بالاداء التحكيمية انما هناك انت بتتعامل بالحاله بتتعامل بما قدمته انا بتعامل بحاله تحكيميه حتى حتى كابتن ابراهيم الناس لما بتيجي بتتكلم الطاقم التحكيم بيسموه الفريق الواحد يعني الفيفا قايله
احنا خلصنا الكارت بتاع الكابتن امين عمر غالبا. بس السؤال بتاعك حلو قوي. اتفضل يا كابتن. لكن المناخ في مصر ظلم الحكم. ظلم المناخ الملون. الناس الملونه ما بين زمالك واهلي. الناس الملونه ظلمت الحكم. ده شفنا الكابتن امين عمر بياكل اسكالوب بانيه في النادي الاهلي من اسبوع. لا ده كان مودي ابنه اختبارات في نادي الزمالك وكان عايزهم يقبلوه. لا ده واخد عضويه شرفيه وده بنت خاله ابوه بتشتغل في النادي مش عارف. مناخ ملوث. فاحنا بنصنع جو احيانا وعفوا في الكلمه لترهيب الحكم. وده بيديله شيء من التوتر. صح. ودايما اي حكم بيحكمه يقول لك شفت ده بيلف ويدور على ضربه الجزاء دي عشان يوقع الاهلي النهارده او بيوقع الزمالك النهارده. احنا ده مش هو بس ده كل حكامنا مميزين وكل حكامنا ليهم اداء. عادل محمد عادل ماتش حلو قوي 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 يعني. سيبك من لقطه معينه او لقطة، لكن بصراحه حكامنا باجهزه بالفار شيء مشرف. شيء مشرف وجدا كمان. لكن احنا هنا هل بنوفر لهم نفس المناخ؟ يعني هم حد قال حاجه في كوت ديفوار؟ لا، قالوا على الحكم المصري من احسن الحكام في افريقيا، قد يكون الاحسن. وكان تعبير الكل اجمع عليه. يبقى بقى من المناخ دي. بتاعنا يبقى ايه بقى؟ تاني نرجع انا وانت للي قلناه في الحلقات اللي فاتت. يبقى سيادتك تعدل اللائحه بتاعتك. تاني عايز تتكلم اتكلم باللائحه. اللي يعتدي على الحكم قولا او بيحاول يشكك في نزاهه الحكم. صحيح. او بيحاول يعتدي على حرمه الحكم او بيحاول يهدد الحكم، حط في اللائحه العقوبات اللي تناسبه. بما فيهم العناصر الاعلاميه، بما فيهم اي عنصر موجود في الدايره دي. انا موافق، انا موافق. لكن انت هتطلع رئيس نادي؟ ده في رئيس نادي كان ماسك الحكام كلهم غسيل ومكوى 10 سنين. انا بقول لك اهو، انا بقول لك اهو، هو ابتدي على نفسي اهو. اذا تجنينا في يوم من الايام على اي حكم من الحكام، لابد ان توقع علينا عقوبه زينا زي اي حد. انا اتمنى ك ك ك كافراد من 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 المنظومه بتاعه الكوره. هي ده بدايه الاصلاح، وان اذا كنت تقبل هو ده الاصلاح. لان انت ممكن تقول احنا لا، احنا الحكم اللي بقى من بره الملعب. احنا برامجنا هي الحكم زي ما في ناس بيخيل اليه. لا، انت احيانا لازم تبقى مساند. ولما قلت الجمله دي يا ريت الجميع يتقبلها، ان خلاص الحكم ليه الحرمانيه بتاعته. ان هو الرجل العادل يغلط بقى في لجنه حكام بتعاقبه بتوجهه. صحيح. بتحركه. لكن احنا بنعمل ايه في الحكم المصري؟ بنجلده. صح. بنجلد الحكم المصري. صحيح. على فاول يعني، على رمي التماس، على ضربه جزاء. انا اتفاهم يا كابتن ايمن انه دورنا، هقول لك وادينا بندردش، انا عارف هم عمالين يقولوا لي فاصل فاصل فاصل، بس الحته دي مهمه. دورنا بعد المباراه في حالات تحكيميه، انا كاعلامي استضيف حد من الساده محللين والخبراء بتوعنا الكبار، هم اللي يحللوا الحاله التحكيميه. وهنا التحليل هو لا بيروح لحاجه ليها علاقه بالالوان، ولا بيروح لحاجه ليها علاقه بالذمه، ولا حاجه ليها علاقه بالامكانيات. هو يرصد هذا الخطا سببه ايه. لا ما كانش خطا، لا ده صح، ده 10 على 10. انا شايف ان دور الاعلام يقف عند الحته دي. ده واحد. لكن لو جيت لايمن يونس، انا عايز اوقف الفقره التحكيميه في كل البرامج على بركه الله. شرط نهائي. انا مختلف مع حضرتك. ايوه ده وجهه نظري. ما انا بقول لك انا لو وجهه نظري الفقره التحكيميه فقره ملغاه، لان هي فقره بتثير احيانا الفتن. لو انت هتاديها بذمه وضمير وتسيب للراجل ده فرصه، القنوات بقى اللي هي الابيض والاحمر هتاديها بطريقه ان انت تجنيت على الابيض او تجنيت على الاحمر. وهنا خلاص كده. هي ما بتشتغلش كده يا فندم. الشغلانه ما بتمشي يعني، مش المفروض انها تمشي كده. مش المفروض انها تمشي كده. عشان كده بقول عقابا لكل، عشان للصالح العام. نوقف كلمه فقره تحكيميه. لكن كل واحد بيفسر ده في يعني حكام سابقين بيطلعوا يتكلموا بيثيروا الفتن لدرجه يقول لك ايه، لا ما انا فاهم الحكم بيحزم المباراه، ده ما بيطلعوش من بره نص ملعبه، ده قاصد حاجات بقى بره. كلمه بينالتي ولا مش بينالتي، ده مش تحليل، ده دخول في الزمن والنهايه. ما هو ما انا بدلل بقول لك عليه. انت عايز تتكلم على بعد منظر الحكام اللي كسف ناس كتير قوي هنا. والله احنا لازم نحميهم يا كابتن، لازم نرجع نحميهم. والله لازم نحميهم. واول حمايه ليهم نشيل الراجل بتاعهم رئيس لجنه الحكام على بركه الله الاجنبي. روح لفاصل الاحسن فاصل. روح روح عدد واحد فاصل ونرجع. لسه مستمرين مع حضراتكم في حوارنا هات وخد كده، يعني انا مسميها هات وخد ما بيني وما بين الكابتن ايمن.
خليني اسال حضرتك، بتقول لي قبل الفاصل لا بيريرا ده شكرا عليه كده طبعا، كنت لسه بقول والله انا برضو من امبارح ما بجملت يعني خلاص ما مشي فيتوريا ما نجيب بقى، طب احنا مش شايفين يعني الراجل ده كان بيعاند في 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 امين عمر، الراجل ده كان بيعاند في في اسمه ايه ده عادل، انت جبتهم ووريتني وجبت الحكام كلهم وقعدتهم اول واحد رهنت عليهم قبل ما يسافروا بفضل الله وبرافو عليك طبعا، ورهان يعني خطير، لكن النتيجه كانت غير عاديه صحيح، ان قدموا نفسهم بشكل رائع، بس كان في تحديات بقى لا الناس تعرفها ان الناس دول تعرضوا لشيء من الضغوط، محمود عاشور ده غير عاديه لما واحد يقول لك لا ده انا مش هديك حتى الشارة الدولية، انا مش حتى مش هقدمك ان انت تروح للاتحاد الافريقي علشان يختبروك يضموك للمجموعة، يعني اتعرضوا لضغوط غير عادية، ادي تكريم مبروك عاشور والله تستحق والله، والله مبروك، انا بحبه عاشور ده شخصية طيبة جدا كلهم جدا بصراحة ممتازين صحيح. يعني هو بيمثل الحكم المصري الناضج اللي عنده قدرة على السيطرة على الملعب، اللي بيقدم اسلوب تحكيمي رائع متطور مع الفار، قدموا لا قدموا كيمياء حلوه قوي، المجموعه بتاعتنا عملت كيمياء حلوه قوي صح. لكن كل ده انت ما بتوفروش في مصر، كل ده ما بتوفروش في مصر. طب انت الراجل اللي قاعد ده عمل معسكر الحكام، فرج الحكام على البطوله، خلاهم يشوفوا الاخطاء واشتغل عليهم، قال للراي العام بيشتغل ازاي وبيعمل ازاي وبتاع عشان يحلل، حتى يا اخي موافقين ان ياخد دولار رغم ان هو صعب عندنا قوي، لكن يحلل ده ان احنا نبقى شايفين خريطه عمله صح. شايف في المستقبل التحكيم ازاي بيشتغل على الحكم ازاي بيصنع الحكام ازاي، مين الجيل اللي بيحضره جديد عشان يخش، لكن الحكام كلهم يعفروا علشان يعرفوا يوصلوا يحققوا ان هم يخشوا في الامم الافريقيه يحكموا فيها، وكلهم كان تم شبه استبعادهم قبل البطوله، وبعدين يأوحوا ويخشوا البطوله وبعدين يطلع نجوم البطوله، ايه ده التحدي ده، وايه الراجل ده قاعد بيعمل ايه صحيح. طب هو بقى سؤالي، هل تقبل الراجل ده كفايه من فضلك يعني ماشي من ضمن الحاجات، هل تقبل كابتن ايمن يونس تقبل انه مباراه القمه تبقى بعد كده بحكام مصريين؟ طبعا عايزين نرجع كرامتنا في كل حاجه ماشي، احنا عايزين نرجع موضوع حقيقتنا في كل موضوع حاجة. ما فيهوش خلاص الحكم ده اللي بينزل يحضر مباراه الافتتاح والسيمي فاينل والمباريات المهمه الصعبه وبيسندوها ايديه، خلاص خلص الموضوع. طيب هل ما تلونليش حكم في دول، ما لونهمش وتاني اعمل اللوائح وحكم كل ماتشاتك اهلي وزمالك، بس اعمل لائحه قويه. طب هل لو حكم من الحكام ما كانش متميز في ماتش قمه، عندك القدره انك تطلع تدافع عن التحكيم المصري تقول برضه غلطوا ياخدوا فرص تانية ويكملوا؟ بس انت لما بتنقي الحكم لماتش القمه لازم بيبقى مميز ماشي، يعني من الحكام اللي من الحكام وعندك 4-5 مميزين لا بصراحه في مصر. فانت لما بتنقي واحد مميز خلاص انت ضامن ماشي. ان هو ده الاداء المقبول ماشي. هو ايه مشكله الحكم المصري؟ اللاعب المصري اللاعب المصري من الزمالك والاهلي بيهيئ اليه من السوشيال ميديا من بعض المسؤولين الحمد لله تخلصنا منهم اللي كانوا بيعيبوا في الحكم وبيتهموه ان هو ملون وان هو بيشتغل لصالح انديه بعينها والكلام ده كله. في اللاعب المصري احيانا بيبقى فاقد الثقه، ودانه جايبه الكلام ده كله. لكن انت لما تلاقي لائحه قويه صارمه ممنوع ان انت تلمس تقول رايك حتى في الحكم، اللعيب نفسه هينزل يحترم الحكم المصري زي الاجنبي. لكن انت الحكم الاجنبي بيجي في مصر بتحترمه ليه؟ انت فاهم؟ الحكم المصري انت يعني لازم تستعيد كرامته، وكرامته لن تستعاد الا بلوائح قويه صارمه على الكبير والصغير. وانا شايف ان دي بدايه بصراحه، اللي عملوه النهارده يستاهلوا بدايه، يستاهلوا بدايه محترمه صحيح. ويستاهلوا اجواء محترمه ويستاهلوا ان احنا نشوفهم بمنظور حقيقتهم ان هم دايما محترمين. السوشيال ميديا بقى وفتن وصناعه الفتن زهقنا منها، واحنا عايزين نعمل فقره بعد كده ازاي نحارب السوشيال ميديا نحارب الفتن فتن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ماشي، لازم نبقى عندنا ازاي بنوجه الاخبار الكاذبه. ابراهيم فايق ساب برنامجه وراح برنامج في ام بي سي، ابراهيم فايق ساب وراح مش عارف ايه، لا نطلع ونتكلم ونقول الحقائق، ما نسيبش اي اشاعه ماشيه ماشي. لازم انا شخصيه تانية لمواجهه الفتن والكذب ماشي. والله مش عايز في الكوره بس، في كله والله عايز، اتمنى في كله ان احنا نواجه ان احنا الفتن بقت هي سلاح رهيب جوه بلدنا. ربنا يسترها الكل يا رب، اللهم امين. هنفكر فيها، حلوه الفكره دي، حلوه الفكره دي، حلوه نشتغل عليها ان شاء الله باذن الله. استاذ حك روح الفصل وبعدين نرجع نكمل، اتفضل. طيب
طيب خليني يعني اسال حضرتك بقى كابتن ايمن فيما يتعلق بيه. خلاص البطوله خلصت والدنيا والكهرباء اتلمت، في دروس مستفاده؟ الهزيمه درس بالنسبه لنا. ماشي، الهزيمه درس، اتعلمنا بقى منه حاجه تفتكر؟ ما هو لازم نتعلم منه. لو ما اتعلمناش يبقى ما اقدرش اقول احنا ايه. ماشي، اكيد لازم نتعلم منه. الهزيمه درس، الاختيارات بتاعتنا درس، ازاي نختار وازاي نختار حد يعمل معاك مشروع او يصنع معاك مستقبل، ده درس. وكل دي حاجات قاسيه جدا، ان النتائج بتاعتها كانت مهينه كرويا. انت تعادلت مع موزمبيق ومع كاب فيردي وهم ناقصين 7-8 لعيبه، صح، ومع غانا وفي اسوأ جيل ليهم. صحيح. على فكره عايز اضحكك، اسوأ جيل في تاريخ كوت ديفوار اللي كان بيلعب البطوله دي، واسهل بطوله لو انت كنت مجهز عادل ومعاك مدرب عادل كنت ممكن تكسب البطوله دي. اقل تخيل، تصدق ان فريق دروجبا ده ما خدش بطوله؟ يعني فريق دروجبا، ايوه، عشان احنا عدناهم 11 احنا اللي كرهناهم في عيدهم، عشان كنا احنا في عز جبروتنا. صح، فكانوا بيشوفونا بيترعشوا، وهم كانوا 11 برضو لعيب، كان هم يعني كان كوت ديفوار دول ما يجوش حاجه في والكاميرون والكاميرون بسبو لقيته بالفرقه بتاعته، ومصر بقى بكل كنا قوه عظمى. صحيح. وكنا احنا البعبع الكبير، وهم كانوا اجيال جامده، وكأجيال يعني بقول لك الاجيال كلهم كانت اجيال جامده. يعني انت لو بتتفرج على كوت ديفوار النهارده ما فيش حد فيهم لعيب كره سوء. واو، لا بيلعبوا يعني بالروح والقلب، روح وقلب وجمهور وملعب، وكسبوا بكل توفيق رباني غير عاديه. أسوأ جيل لكوت ديفوار النهارده بيحصل البطوله. لكن الدروس القاسيه علينا، لو ان احنا عشنا دروس قاسيه، ان عشنا دروس، انت فاهم يعني ايه مصر تخرج مع الفرق دي بهذه الطريقه وبهذا الاداء وبروح معدومه، وبعض اللعيبه عندها روح، ان ما نقدرش نغفل اللي عمله مصطفى محمد او عمر مرموش او تريزيجيه. الثلاثه دول بالذات لعبوا بقلبهم، بس اجتهاد. مش فرقه كره القدم، فرقه دي مش تنس، ده مش سكواش. صح. دي لعبه مبنيه على 11 عقل بيشتغلوا مع بعض ازاي، وبيعيشوا مع بعض ازاي، وبيقدوا مع بعض ازاي، واحنا كنا الخطوط كلها مقطوعه، كيمستري زيرو، كل لعيب بيأدي بنشاز، كل واحد في دروس قاسيه. ازاي نحضر مدير فني، وازاي نساعد مدير فني، وازاي مدير فني يكون واضح بادائه وبفكره وبطرقه مع اللعيبه. العملية صعبة على حسام حسن، مش سهلة زي ما الناس شايفاها. عندنا مجموعة هي الأسهل في تاريخ كأس العالم، لكن بقيت خايف منها. الأجواء كلها تخوف. هنا بقى الدور إزاي هيلموا لعيبة منتخب مصر. هل حسام حسن عنده القدرة بالشعبية بتاعته بالجماهيرية بتاعته يجمع جماهير مصر حوالين المنتخب؟ هل تفتكر ده ممكن يكون له علاقة بالمدير الفني؟ وقبل ما يجمع ده، هو محتاج يجمع اللعيبة على الإحساس ده. ماشي. اللعيبه نفسها خارجه كلها، في لعيبه كتير قوي عندها اصابات نفسيه. مش اصابات عضليه. ماشي. اصابات نفسيه. ماشي. التشكيك والغلط المبالغ فيه، وعمليه الاستهانه والاهانه والتنمر. احنا قدمنا كمان، اذا كان لعبتنا سيئه، في ناس كتير قدمت كمان منظور سيء لكلمه حد بيحكم على اللعيبه او بيحلل اداء اللعيبه او بينتقد اداء اللعيبه، ولازم نعترف بده كلنا. عندك حق. فازاي حسام حسن الاول يستعيد الثقه في اللاعب المصري، وازاي يستعيد الثقه مع نجوم كتير، اولهم نجمنا الورده اللي بنتعيق بيها كلنا محمد صلاح. ازاي نستعيد تاني العلاقه دي؟ لو ونس اوضه اللبس بقى فيها حب واحترام وانتماء وثقه واحساس بالمسؤوليه، انت هتوصل كل حاجه سهله. لو فضلت أوضة اللبس كده خاوية من الإحساس، خالية من الإحساس، وكل واحد بيفكر في نفسه، مش هتوصل. أي حد يقدر يوصل في المجموعة بتاعتك. عشان إن شاء الله بإذن الله إنه دي تحديات حسام تحصل. دي تحديات حسام تحصل المحبة، ودي المكاسب بتاعتنا، إن إحنا نشوف نفسنا في حجمنا. لأن أنت كنت شايف نفسك أكبر من حجم، وخيل إليك إن أنت تكسب بتاريخك مش بالتسعين دقيقة. صح. ودي كانت حاجات اتفرجنا عليها في البطولة. كانت قاسية علينا وفرجتنا. فرقة بتيجي من الموت وبتعود للحياة. لا، وبتطلع على منصات التتويج. كوت ديفوار. يعني بطولة بصراحة ملهمة. صحيح. في الحياة ملهمة. صحيح. مفيش حد، ده شباب اللي بيتفرج علينا، الناس اللي بيتفرجوا علينا، صنع الأمل بتاعك وعيش عليه وتقدر توصل له. ده كوت ديفوار انتهت.
فرقة خدت 3 نقط واتغلبت بهزيمة ثقيلة وانتهت ورجعت وقفت على منصة البطل مش حتى التشريف. صح صح. مسج لكل انسان لكل بني ادم بصراحه حاجه روعه. ملخص الحياه. هي ملخص الحياه. ملخص كبير. كابتن ايمن انا بتشرف دايما بوجود حضرتك معانا وبسعد جدا جدا بالحاله. مش عايز اقول الحوار انما بسعد بالحاله دايما حاجه بتقدمها لنا. انا بشكرك على 30 دقيقه مشاوير ربنا بين القاهره ابيجان ومشاوير كلها كانت جميله مع ابراهيم فايق. بشكرك على المجهود الرائع انت فريق عملك والناس كلها بصراحة كنتوا عايشين البطولة كأنكم جوه في الاستاد في أبيجان. برافو عليكم. ويل دان ويل دان يا إبراهيم انت وفريق العمل بجد. أنا اللي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا يا كابتن أيمن. أنا بشكرك. شرف لينا وبشكرك طبعا. شكرا حبيبي. دي كانت حلقتنا النهاردة. بشكر حضرتكم شكرا جزيلا. بشكر فريق العمل باقي الكامل. نشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة في نفس الميعاد ولكن في جمهور الثالثة. تصبحوا على ألف خير. سلام عليكم.